طابت أوقاتكم مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق، والبداية بأبرز العناوين. اللجنة العسكرية والأمنية تشيد بجاهزية وحدات الأمن في الساحل الغربي. ميليشيات الحوثي تستمر بقطع طرق المسافرين في تعز رغم الضغوط الدولية المطالبة بفتحها. وانتشار ظاهرة الانتحار في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية والأخيرة تتكتم عن الأعداد. أفاد مراسلنا في أبيان بوقوع 3 انفجارات إثر عمليات إرهابية استهدفت طقم عسكري يتبع لواء المشاة الثالث في عمران. وأكد مراسلنا أن الانفجارات لم تسفر عن وقوع أي أضرار مادية أو بشرية. هذا وتشهد مديريات شرق أبيان منذ تحريرها من الجماعات الإرهابية ارتفاعا ملحوظا في عمليات التفجير التي تستهدف القوات الجنوبية. أشادت اللجنة العسكرية والأمنية العليا بمستوى جاهزية وحدات الأمن في الساحل الغربي. جاء ذلك خلال زيارة الفريق الأمني في اللجنة العسكرية والأمنية العليا لكافة وحدات الأمن في المخا والمديريات المحررة بمحافظة الحديدة. وأكدت اللجنة أن دور الأمن في سياق المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة دولته لا يقل أهمية عن دور الوحدات العسكرية. نحن مكلفين بالنزول إليكم في محافظة الحديدة إدارة أمن المحافظة وفرع قوات الأمن الخاصة وكل إدارات الأمن العام وإدارات الأمن الحديدة بشكل عام. نشكركم على أنكم يعني ملتزمين وتؤدون واجباتكم في كل هذه الظروف الصعبة. بإذن الله وبتشكيل مجلس القيادة الرئاسي للجنة العسكرية الأمنية والتي من أهم مهامها ترتيب وتنظيم القوات المسلحة والأمن وإعادة هيكلتها بما يخدم أن تؤدي هذه الوحدات الأمنية والقوات المسلحة بشكل عام مهامها على أكمل وجه. أتلف برنامج نزع الألغام مساء 100 الألغام والعبوات الناسفة الحوثية في مديريات بيحان وحريب بعد تفكيكها ونزعها من قبل الفرق الهندسية لألوية العمالقة الجنوبية وفرق مسام. وقالت الفرق الهندسية التابعة لبرنامج مسام إن الألغام التي تم إتلافها زرعتها الميليشيات الحوثية في مديريات بيحان بشبوة وحريب بمأرب، وكانت تشكل تهديدا مباشرا على حياة المواطنين. هذا وتواصل الفرق الهندسية جهودها الدؤوبة في مسح وتطهير جميع المناطق التي فخختها الميليشيات الحوثية. المشروع السعودي مسام لنزع الألغام بالشراكة مع البرنامج الوطني لنزع الألغام اليوم هذا عملية تدمير وإتلاف المخلفات الحرب. تقدر الأغراض التي تم تدميرها اليوم بحوالي 348 قطعة خطيرة المتمثلة بالألغام الفردية والألغام مضادة للآليات ومختلف الذخائر في منطقة ذهبة في مديرية عسيلان، والتي تأتي تتويجا لأعمال وجهود الفرق العاملة في هذه المديريات المتمثلة في مديرية عين وعسيلان وحريب وبيحان، تتويجا لأعمالها التي والجهود التي بذلتها يعني خلال الفترة المنصرمة من أعمال مسح وتطهير. يعاني المسافرون المتنقلون في مناطق اليمن الشمالية للوصول لمناطق اليمن الجنوبية من أزمة صنفت بأنها من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وذلك بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على المواطنين. ضغوط دولية ضربت بعرض الحائط ومعاناة مستمرة من قبل المتنقلين والمسافرين بين صنعاء شمالا وعدن جنوبا بطريق يقطعه الحوثي بلا أي مبرر، لتضيف الميليشيات وجعا إضافيا على المدنيين. اليوم نحن أشد ما نكون حاجة لأن ننتصر ونخرج من هذا الحصار الظالم الذي فرضه علينا الحوثي وفرضه علينا كل الموقف الغير مكتمل من أجل أن تنتصر تعيش تخرج من هذا الوضع الذي لم يعود يطاق بالمطلق.
حبان شريان تعز التجاري والإنساني والذي يربط صنعاء بعدن حولته الميليشيات بهمجيتها وقطعها للطرقات لطريق الموت ليستمر أياما المسافر به على خلاف المفروض. الحصار عديد من كل الاتجاهات، بدل ما كنا نذهب للحوبان في ساعة واحدة الآن نذهب بثلاث أيام أربعة أيام إلى الحوبان، يعني لو في مريض ما ينتهي بنص الطريق ما يقدر يواصل مسيرته العلاجية. أما عن سفر المرأة فقد أصبح عائقا حقيقيا وقطع آلاف النساء عن إكمال الدراسة والعمل وشل حركة القطاع النسائي ودوره الأساسي للعديد من القطاعات. طبعا المرأة بالنسبة لسفرها من محافظة تعز إلى أي محافظة أخرى أصبح يعني أمر في غاية الصعوبة، والطريق حياة للمرأة، حياة للرجل، حياة للطفل، حياة لكل فردة داخل محافظة تعز، لأنها أصبحت يعني صعبة جدا، ويعني أخذت من ربع ساعة إلى أربع خمس ساعات، فهذا الأمر شكل لها يعني أمر معيق نفسي ومعيق يعني جسدي ومعيق يعني بكل شتى المجالات. الموقف الأممي والدولي حمل العديد من الإدانات لما يمر به الشعب اليمني من أزمة حقيقية. مؤسف جدا أن موقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل العالم موقف لا إنساني، وفقط يستغلوا هذه الظاهرة استغلال غير مبرر وتأسست محاصرة، وهم يعلمون تماما أن الحصار طال الغذاء والماء والكهرباء وكل مقومات الحياة. معاناة أهالي تعز والمسافرين مستمرة دون أن تلتفت الميليشيات إلى تلك المعاناة وما يتكبده المواطنون من صعاب يومية، ويبقى السؤال مطروحا إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وينضم إلينا عبر الهاتف من عدن عادل البرطي الصحفي. بداية مساء الخير سيد عادل، بداية لماذا تصر الميليشيات على تعذيب المواطنين في مناطق سيطرتها؟ مساء الخير ولك ولجميع مشاهدي قناة الغد المشرق الدائمة في تبني القبائل اليمنية وخصوصا تعز. بالنسبة لتعز ستبقى الوجع الدائم الذي يؤرق كاهل كل يمني حقيقي محبا للوطن. تعز ما زالت المقلومة والمعذبة والتي تتصدى لكل رياح الإرهاب الميليشياوي للحوثيين، ستظل هي التي موجوعة دائما ما دامت هذه الميليشيا تتحكم في منافذها وفي أقوات أبنائها وفي الطرق أيضا مسيرتهم. ما زالت الميليشيا الحوثية ترى أن تعز هي المكان المأمول في أن تتحرر اليمن من خلال تعز، لذلك تحكم الحصار عن تعز وتحكم سيطرتها عليها وتقوم بقطع الطرقات وتعذيب أهلها حتى يزيدون مهانة ويزيدون تعذيبا وألما فوق ألمهم. مشكلة تعز أنها إذا أردنا أن نمثلها ستكون ككلب أهل الكهف، هي باسطة ذراعيها بالوسيط تتلقى جميع الطعنات وجميع المصائب عليها، بينما الفتية التي تحميهم من أبنائها ليسوا بمؤمنون ولم يزيدوا هدى. رئيس الجمهورية موجود من أبناء تعز، رئيس مجلس الوزراء من أبناء تعز، لكنهما لم يحركا أي ساكن من أجل فك الحصار عن أبناء تعز، وكل ما يريدون وكل ما يعملون هو استقبال المبعوث الدولي حتى أن طيب ما هي خيارات الحكومة والمجلس القيادي غير استقطاب المبعوث الأممي في هذا الشأن، يعني في حال استمرار تعنت الميليشيات الحوثية وبقائها على موقفها من فتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، ما هي خيارات مجلس القيادة والجانب الحكومي بهذا الشأن؟ سيدتي، تكرر المبعوثين الدوليين على اليمن وتكرر أيضا مبادراتهم الواهية والتي لا تستمر والتي يخرقها الحوثي دائما، هي كتكرار كوجود كثيرا من الأديات في ليل طويل الأمد لا ليس له صبح. هذا ما نراه. الخيار الوحيد أمام هذه الحكومة وأمام رئيس الجمهورية ابن تعز ورئيس الحكومة ابن تعز هي بتغيير القيادات الأمنية وقيادة الجيش في جميع المناطق التي استجابة للمرحلة الحالية،
وتعيين قيادات حقيقية وطنية ترى في التحرير من هذه الميليشيا هو المصير الأوحد للتحرير. أما بقاءنا على هذا الحال مع بقاء هذه القيادات الفاسدة الأمنية والعسكرية والمدنية في تعز، فإن ليلة تعز سيطول 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 ولن نرى فجرا طول العمر. طيب كيف يمكن التخفيف برأيك عن المواطنين في مدينة تعز في ظل الحصار الحالي الذي تفرضه الميليشيات الحوثية؟ التخفيف بدأ فعلا، لكن بقيادات وطنية حقيقية كقيادات المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل، وهي من قامت بفتح طريق الكدحة وأيضا تأمنت أجزاء من طريق طور الباحة، وهذا يعني يساعد أبناء تعز للمساعدة في إعطاء المواد التموينية والمواد الأساسية لأبناء تعز. لكن هذا لا يكفي، وجود المطار في داخل المخاء والطريق من المخاء إلى تعز وتسهيل حركة النقل في هذه المنطقة طريق الكدحة لا يكفي لأبناء تعز. أبناء تعز يريدون المزيد من الحرية، لأن مدينة لأن تعداد السكان يفوق 6 مليون، أيضا أن هذه أن المواد التموينية الآتية سواء من عدن أو من المخاء لا ليست بالقدر الكافي لأبناء تعز. هناك أيضا عوائلنا وأهلنا في المناطق المسيطر عليها من قبل الحوثيين. أنا كأحد أبناء مدينة خديد لما يقارب 8 سنوات لم ألتقي بوالدي ولم ألتقي بأهلي، كل هذا بسبب وجود هذه الميليشيا الإرهابية التي تتحكم في المواطن وفي قوده وطرقه وأبنائه. يجب أن يكون لنا نظرة حقيقية من قبل مجلس القيادة المجلس القيادي للرئاسة اليمنية أن يرى بعين المحب وعين الوطني الحقيقي لتعز، لا أن يرى في أن تعز هي بنت الشغالة وليست فردة من أفراد وليست محافظة من محافظات اليمن الموجودة. هذا ما نرى، ويجب أن تكون تعز صوب هدف كل وطني. لكن ما يقوم به رئيس الوزراء خاصة ورئيس الدولة يعني أيضا لا ينبئ بخير خلال المستقبل القريب. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كان معنا عبر الهاتف من عدن الصحفي عادل البرطي، شكرا جزيلا لك. تتستر الميليشيات الحوثية على قضايا الانتحار التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مناطق سيطرتها، ما يفاقم الوضع سوءا ويسبب حالة من الرعب بين أوساط السكان في صنعاء. صنعاء اليوم لم تعد كما عاهدها أهلها، فمشانق الحوثي تحيط بالأهالي مرة بالانتحار ومرة بالقتل، وكلها جرائم لم يسمع بها قبل الانقلاب. ولكن المفارقة هذه المرة بأن كل قضايا الانتحار أصبح لها سبب واحد، وهو سيطرة حكومة الإرهاب عليها وتبرير كل قضايا الانتحار بكلمة واحدة وهي ضعف الإيمان، وكأن الإيمان لم يخلق غير للحوثي وأتباعه. الصورة النمطية التي ترسمها تلك الميليشيات الإرهابية لم تكن بمحض الصدفة، فأجندتها مدروسة، ونهجها المنبثق عن الفكر الخميني لم تعد باستطاعتها مداراته أكثر. فكما الشباب ضجوا في شوارع قم وطهران قهرا وألما وظلما، شباب اليمن المضطهد يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة بالنزول إلى الشارع وتغيير ما أفسدته الميليشيات. انتشار ظاهرة الانتحار في صنعاء سلط عليها الضوء بشكل أكبر بعد قضية انتحار الطالب فيصل المخلافي، عندما أقدم على شنق نفسه في حوش الكلية بصنعاء أمام أعين الطلاب، ليبدأ المجتمع بدوره القابع خلف قضبان الحوثي في نشره قضايا الانتحار ووضعها على السطح نظرا لما يعايشونه من فقر وجوع وتخويف. وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن الأعداد والنسب بسبب فرض ميليشيات الحوثي قيودا صارمة على المستشفيات ووسائل الإعلام في المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف منع تسريب أي معلومات حول معدلات الانتحار، إلا أن الباحثين الاجتماعيين في صنعاء يرون أن الأعداد الحقيقية لحالات الانتحار في اليمن أكثر بكثير من الأرقام المتداولة في حكومة الانقلاب، مشيرين إلى أنه لا يمر أسبوع إلا ويسمع أهالي العاصمة المختطفة صنعاء عن حالة انتحار هنا أو هناك. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مجمع الكليات بجامعة سيئون يحتضن بازارات ثقافة الشعوب.
من جديد أهلا بكم. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأكثر احتياجا في اليمن بقيمة إجمالية ب$20 مليون. وبموجب الاتفاقية سيتم شراء وتوزيع أكثر من 16,000 طن من القمح بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والقدرة على الصمود وتجنب المجاعة للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. شهد مجمع الكليات بجامعة سيئون بمنطقة الغرف فعالية بازار ثقافات الشعوب التي تضم عادات وتقاليد العديد من المحافظات اليمنية والعربية. الفعالية تهدف إلى خلق تفاعل ثقافي بين الطلاب وإبراز مميزات واختلافات المناطق لتعزيز التعايش. يقال أن المستديرة تقرب الشعوب وتصهر الطبقات. قد يكون ذلك صحيحا، لكن هناك قولا آخر أثبتته أورقة جامعة سيئون جمعت فيه الطلاب بمختلف ثقافاتهم. وهاكم الدليل، هنا الصنعاني وذاك الشبواني والحضرمي، وهذا العدني وفي المقابل الفلسطيني، وبجانبه بقية الشعوب العربية. جمعهم صرح أكاديمي فغرس فيهم تقبل الآخر واحترامه. الركن الصنعاني هذا عبارة عن جميع المناطق الشمالية الذي في شمال اليمن من محافظة تعز والحديدة وصنعاء باللبس، وهذا اللبس اللي تشوفه فوقي هذا اللبس الصنعاني، لبس العرسان حاضر. بازار الثقافات ضم العديد من محافظات الجمهورية والبلدان العربية بثقافاتهم المختلفة، وتضمن الزي الشعبي والأكلات والمشروبات الخاصة بكل بلد، وأيضا اللهجات التي تتحدث بها الشعوب. هنا شاركنا في الركن الحضرمي، هو عبارة عن ركن قديم، يعني عما يعبر عما يكون أجدادنا قديما، وهو عبارة عن ركن جبنا فيها العدة وكانوا يستخدموها يقدموا فيها الشاي والحمر والقيلة ويجيبوا المراويس ويستخدموها زفة العرسان والعروسة. كمان قدمنا واحد فنان ملالة تعزية، جاب يجيب لنا ملالة تعزية اللي هو موال من حق زمان، وقدمنا مجموعة من الكلمات الصنعانية عشان يعرفوا إيش معناها. لم تغب أيضا ثقافة القهوة وطريقة تحضيرها بالطابع الخليجي، والمقيل التهامي والتعزي، وجلسة الظهيرة الحضرمية، وتجهيز العروس الشبوانية، كلها ثقافات عززت مفاهيم التعايش والانفتاح على الآخر في بلد عانى التباعد والتخاصم. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. نهاية النشرة. تذكيرا بالعناوين: اللجنة العسكرية والأمنية تشيد بجاهزية وحدات الأمن في الساحل الغربي. ميليشيات الحوثي تستمر بقطع طرق المسافرين في تعز رغم الضغوط الدولية المطالبة بفتحها. وانتشار ظاهرة الانتحار في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية والأخيرة تتكتم عن الأعداد. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.